من يستهدف زعزعة الأمن في العراق وتصعيب مهمة حكومة بغداد في ضبط الأوضاع وتأمين البعثات الأجنبية؟ سؤال يتكرر بعد كل هجوم صاروخي أو بطائرات مسيرة على المنطقة الخضراء أو إحدى القواعد العسكرية. وفي أحدث تلك الهجمات أسقطت القوات الأمريكية التي تؤمن مقر السفارة الأمريكية في بغداد مسيرة مجهولة، واستخدمت في ذلك المنظومة الدفاعية سيرام لصد ذلك الهجوم، وتمكنت الدفاعات الأرضية للسفارة الأمريكية من تعطيل مسيرتين كانتا تحومان فوق المنطقة الخضراء. وقبلها بساعات استهدف هجوم بثلاثة صواريخ قاعدة عين الأسد التي تضم عسكريين أمريكيين في محافظة الأنبار غربي العراق. ومنذ بداية العام الحالي استهدف 45 هجوماً المصالح الأمريكية في العراق، هجمات تركزت بمعظمها على السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أمريكيين ومطاري بغداد وأربيل. ورغم أنها غالباً ما تبقى مجهولة الفاعل، توجه أصابع الاتهام في معظمها إلى فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران. في المقابل تحاول السلطات العراقية ردع منفذي تلك الهجمات من دون أن تنجح في ذلك.